honor for me أولا يشرفني أن أكون هنا معكم في أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، دولة جميلة جدا، الشعب لطيف جدا، ونحن نشكركم على حسن الاستقبال والضيافة، هذا الاستقبال الودود على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي. بالنسبة إلي وبالنسبة إلى أعضاء الوفد من بلادي، نحن سعداء جدا في أبو ظبي. بالنسبة وبالعودة إلى السؤال، نعم لقد تقدمنا بطلب الدخول والحصول على عضوية منظمة التجارة الدولية العالمية في العام 2016، هذا الأمر صحيح. وكما تعلمون بادئ ذي بدء، نحن من الدول التي يتم تسريع وتيرة وصولها وحصولها على العضوية، والأمر تطلب 7 سنوات، ولذلك نكون هنا سعداء جدا بأن نصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية وحصول ذلك في أبو ظبي. نحن سعداء للغاية، هذا اليوم تاريخي ليس فقط لتيمور الشرقي ولكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية وأيضا لهذا المؤتمر المقام في أبو ظبي.